الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبابنا، أنا وإياكم وصلنا إلى زمن قل فيه العلم كثر فيه الجهل، وهذا الزمان حدث عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو زمن الذي يقل فيه العلم ويكثر فيه الجهل. فعلي أنا وإياكم دائما نبقى أن نكون مهتمين لنشر هذه العقيدة الصحيحة بين الكبير والصغير والرجال والنساء في المدارس والبيوت والمساجد والمصليات، لنكون من الذين قال عنهم الرسول من الغرباء الذين جاء ذكرهم في الحديث النبوي الشريف الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: ومن هم الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون ما أفسد الناس. سماهم الرسول غرباء. ليش؟ شو بيعملوا هول؟ هول بيصلحوا ما أفسد الناس. يعني احنا ما رغبانين بهذا الفساد، بس إنما الدور الذي علي وعليكم من باب الأمانة الشرعية والتكليف الديني الواجب إنه شو نعمل؟ أننا نصلح ما أفسد الناس. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا لنشر هذه العقيدة المحمدية، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ونسأل الله تعالى أن يتم علينا وعليكم بالخيرات والبركات، يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.